الغرزة أساسها 25 سلسلة، وكل إضافة هتبقى 18، يعني 25 وتزيدي 18، عايزة تزودي عرض أكتر تزودي 18. تمام، هعمل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك حبيبتي في فيديو جديد من قناة فانيا. بحيث النهاردة إن شاء الله معانا وحدة غرزة، مش وحدات، غرزة شكلها مربعات، تمام، شبه الكروشيه فيلي، بس دي غرزة مش وحدات. عملنا بيها الكوفية دي عرضها حوالي 20 سنتي، تقدري تعمليها 10 سنتي بس زي ما انا قلت في الفيديو، وتعملي اعرض من كده او تعمليها شال، والطول بقى زي ما انت حابه. في 150 سنتي اخدت شله ونص بس خيط، لو عملتيها ارفع طبعا هتاخد شله واحده بس، لو عملتيها اطول تاخد الشلتين. تقدري تعمليها قطن او تعمليها بخيط اكريليك، اي خيط متاح عندك والابره مناسبه ليه. هستخدم خيط اليزا كوتون جولد او اي خيط متاح عندك والابره المناسبه دي، وممكن تستخدمي هيمالايا بينو لو انت تعملي مفرش او بطاريه عشان تدفي، او هيمالايا البين او مدام تيريكو، اي خيط متاح عندك والابره المناسبه. عقده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اوكي، عشان ابتدي الغرزة هعمل 1 2 3 سلسلة، هاخد لفة وهعيد من بعد الإبرة، 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة، في رقم سبعة هدخل وأعمل عمود، لفة وأطلع من حلقتين، لفة وأطلع من حلقتين، لفة وأدخل في نفس السلسلة وأعمل عمود، اتنين سلسلة وأخد لفة وأدخل وأعمل اتنين عمود في نفس السلسلة كده، تمام. هاخد لفة وعيد السلسلة اللي انت بتشتغل فيها الاولانية دي، بتحس ان هي بقت كبيرة والتانية بتبقى صغيرة، خلي بالك عشان ما تنسيهاش. واحد اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل عمود، لفة، هعد واحد اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل اتنين عمود، واحد اتنين، اتنين سلسلة اتنين عمود في نفس المكان، واحد اتنين، لفة، هسيب سلسلة اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل عمود، سلسلة اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل اتنين عمود، واحد اتنين عمود، اتنين سلسلة اتنين عمود في نفس المكان لغاية اخر السطر. ده شكلها اخر السطر، هاخد لفة معايا غرزة اتنين، وفي رقم تلاتة اللي هي الاخيرة هعمل عمود، تلاتة سلسلة، لفشه جوه الصدفة هنا، هعمل اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود في نفس المكان، ودي اسمها صدفة. العمودين دول لا، في العمود اللي في النص ده هعمل عمود، جوه فراغ هنا هعمل اتنين عمود، اتنين سلسلة، اتنين عمود في نفس المكان، فوق العمود ده هعمل عمود، واكمل لغاية اخر السطر. ده شكل السطر التاني، هاخد لفة هنا اهو، هعمل عمود على طول، وده شكلها. واحد اتنين تلاتة سلسلة، واخد لفة الف الشغل، سيب العمودين دول في جوه الفراغ ده، هعمل عمود، اتنين، اتنين سلسلة، اتنين عمود في نفس المكان، واحد اتنين، هسيب العمودين دول في العمود ده هعمل عمود، وابدأ اعمل الفراغات، اتنين سلسلة جوه الفراغ ده هعمل عمود، اتنين سلسلة فوق العمود ده هعمل عمود، اتنين سلسلة جوه الفراغ ده هعمل عمود، اتنين سلسلة فوق العمود هعمل
عمود كده. عندي ماليش دعوه بالمثال الصغير ده، عندي 1 2 3 4 فراغات، وبعدين هاخد لفه وادخل هنا على طول، مش هعمل سلاسل بقى، واعمل 2 عمود 2 سلسله 2 عمود في نفس المكان. هبدا بقى اكرر اللي انا عملته ده تاني، هاخد لفه واعمل عمود فوق العمود ده، 2 سلسله عمود فوق الفراغ، 2 سلسله عمود فوق العمود، 2 سلسله عمود جوه الفراغ، جوه الفراغ 2 سلسله عمود فوق العمود. خد لفه جوه الفراغ هنا على طول، هعمل 2 عمود 2 سلسله 2 عمود في نفس المكان، واعمل عمود هنا فوق اخر عمود جنب، بصي جنبيها على طول دي، هعمل عمود واكرر زي ما انا عايزه. السطر اللي بعده تكررت نفس السطر، 1 2 3 سلسله، واخد لفه والف الشغل، هدخل جوه هنا اهو واعمل عمود 2 2 سلسله 2 عمود في نفس المكان. ادي 1 2 عمود فوق اول عمود هيقابلني اهي، ده شكلها، هاخد 2 سلسله هعمل عمود فوق العمود، 2 سلسله عمود فوق العمود اللي بعديها، 2 سلسله عمود فوق العمود اللي بعديها، 2 سلسله عمود فوق العمود اللي بعديها. كده عندي كام فراغ غير المثلث الصغير ده؟ عندي 1 2 3 4 غير الفتحه الصغيره دي، هاخد لفه وادخل هنا اهو واعمل 2 عمود، 1 2 2 سلسله 2 عمود في نفس المكان، 1 2، وبعد كده عمود فوق العمود، 2 سلسله 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 عمود فوق العمود. بعد كده جوه الصدفه دي هعمل 2 عمود 2 سلسله 2 عمود. اخر السطر نفس النهايه، بعد العمودين دول على طول اروح عامله عمود. السطر اللي بعديه تكرار نفس السطر ده كده، 1 2 3، السطر اللي بعدين نفس السطر كده. انا عندي 4 فراغات، 1 2 3 4، تمام. هنعمل بقى حد زي الحد اللي تحت ده، هو ده اللي هنكرره فوق عشان نقفل المربعات بتاعتنا من غير ما نقطع اي خيط. 1 2 3 سلسله، هنعمل صدفه جوه الصدفه، عمود فوق العمود، هنرجع نعمل تاني هنا فوق العمود ده، هنعمل صدفة 2 عمود، 1 2 2 سلسلة 2 عمود في نفس المكان. ادي 1 2 عمود فوق العمود، هنا عمود، 2 2 سلسلة 2 عمود في نفس المكان، 1 2 عمود فوق العمود، ونعمل صدفة فوق الصدفة دي اللي هي 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود اهي، عمود صدفة عمود صدفة عمود صدفة عمود فوق اخر عمود. كل اللي احنا هنعمله تكرار السطر ده تاني، هيبقوا صفين زي صفين دول، 3 سلاسل، صدفة جوه الصدفة، عمود فوق العمود، صدفة جوه الصدفة، عمود فوق العمود، جوه الصدفة، صدفة فوق العمود، صدفة جوه الصدفة. المربع بقى ازاي؟ كأنها وحدات بس هي مش وحدات، عمود صدفة عمود صدفة عمود صدفة وعمود فوق اخر عمود عندي. هنبدأ نكرر الجزئية اللي في النص دي ونفضل نكرر. انت عايزة وحدة اهي، دي وحدة
سهلة وبسيطة، تقدري بقى تعمليها جيب، تعمليها شنطة، تعمليها شال، تعمليها اي حاجة انتي حباها. عشان نكرر هنعمل 1 2 3 سلسلة، واخد لفة لف الشغل، صدفة جوه، اول صدفة 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، عمود فوق العمود، وابدأ اعمل فراغات، 2 سلسلة، عمود جوه الصدفة، 2 سلسلة، عمود فوق الصدفة، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، وبعدين صدفة فوق الصدفة، عمود 2 سلسلة، 2 عمود، عمود فوق العمود، 2 سلسلة، عمود فوق الصدفة، 2 سلسلة، عمود فوق العمود، 2 سلسلة، عمود فوق الصدفة، العمود، وارجع على طول هنا، صدفة فوق الصدفة، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وعمود، عمود فوق اخر عمود هنا اهو. وهنكررها، هتكرر بقى 4 مرات، وبعدين ترجعي تعملي سطرين صدفات تاني. وبكده يا حلوين ده شكلها، سهلة وبسيطة، سريعة جدا وما فيهاش اي حاجة، فالغرزة سهلة. تقدري تعمليها بقى اعرض من كده او اقل من كده، يعني ممكن تعملي كوفية بعرض واحد بس. اشوفك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.